بصراحة لا، احنا كان عندنا الباب، كان الباب بيجيب لنا، دلوقتي انا بنضطر ننزل نجيب. انت جبت العيش بكام حد؟ العشرة بثلاثة ونص. العشرة بثلاثة ونص؟ النظام ده كويس يعني؟ لا والله مش كويس. عم ما عايش اي حاجه، عم بلاقيته كان بيتضاعف هنا ب 35 صاغ رغيف، وانا راجل على قد حالي، انا اجيب عيش لامي واخواتي في البيت، ايه اللي رغيف ب 35 صاغ؟ انا اجيب منين؟ انا راح اجيب بشيلك بربع جنيه، راح اجيب الخمس سنين فوق، لما رغيف يبقى ب 35 صاغ، ولا رغيف يبقى بفريسه، ولا رغيف بربع جنيه، هنجيبه ناكله منين؟ يعني نظام فاشل فاشل يعني، احنا كده هنجيبه منين؟ انا معايا واحد على باب الله ومعايا ربع جنيه في ايده واخش الخمس سنين، بفضل انا والعمال، بفضل انا والصناعيه، ببعت خمسه لخمس سنين في الاكل فوق اخواتي اكلهم، دلوقتي انا ما يقول لي 3 جنيه ونص، اجي اخش اجيب 10 تقريبا 3 جنيه ونص، ليه؟ انا عايز اقول بس كلمه واحده يعني. انا طبعا يعني انا شايفه لا جديد، الاسعار بتزيد، دعم اتشال، دعم انا اتشال من على العيش، اتشال من على التموين، دلوقتي نفس الاسعار انا والناس احنا 10 افراد، لما نوصل ندفع 300 وين سعر حاجات تموين احنا كنا بندفع فيها 70 جنيه، يبقى فين الدعم؟ دعم ايه اللي فين الدعم؟ فين الدوله؟ احنا في رئيس انتخبناه نزلنا عطينا له صوتنا على اساس ان هو قال انتوا نور عينينا، فين نور عينيك؟ نور يعني انت تقطع علينا النور، تقطع علينا الميه، وكمان انت مين تشيل الدعم؟ الشعب ياكل منين؟ احنا ناكل منين؟ العيش، العيش احنا نازلين النهارده لازم نشتري بالبطاقه، فين ايام دكتور مرسي لما كانوا في يوم من الايام قلنا هننزل بطاقه التموين اللي هي بتاعت البنزين، الاعلام كله اتكلم على البنزين وقالوا ازاي تنزلوا ببطاقه دعم ومش بطاقه دعم، دلوقتي العيش بيتاخد بالبطاقه، احنا وصلنا للحال ده، احنا ايه؟ انتوا بتتعاملوا معانا كده ليه؟ الشعب ده ياكل منين؟ يسرق؟ انتوا عايزين توصلوا الشعب للسرقه؟ الشباب ده ياكل منين؟ ولا الناس دي تاكل منين؟ ايه المنظر ده؟ احنا عمرنا ما شفنا المنظر ده في حياتنا. انا هشتغل حرامي عشان خاطر ايه ده؟ الناس تاكل منين؟ الناس تروح تسرق؟ انتوا بتوصلوا الشعب للسرقه والاكل الحرام؟ اتقوا ربنا في الشعب. اتقوا ربنا في الشعب المصري. ايه المنظر اللي احنا شايفينه ده؟ عمرنا ما شفنا المنظر ده ايام دكتور مرسي. انا كنت بتعيبه على دكتور مرسي، دكتور مرسي ما وصلناش المنظر ده، نشيل الدعم في يوم من الايام قالوا ان هنشيل الدعم، قالوا كذابين، اهو المنظر اهو الحقيقه اهي بتبان اهي، الدعم اتشال من على البنزين ومن على العيش، وبكره تشوفوا مصر، ادينا شفنا مصر.